انا عندي ربعه الوليدات، ما عنديش مدخول ولو ديال 100 ريال 5 دراهم في النهار، ما كتدخلش عليا باش غنعيش الوليدات. عندي الماء والضو، عندي تريتا ديال دار فيها 1500 درهم باش غنعيش هاد الوليدات. انا كنطالبوا بالسوق الاسبوعي ديال اللويزيه، الا فيه المشكل يديروا معنا حوار، يقولوا لناش من المشكل في داك السوق، يسدوه يعطيونا البديل. علاش النص خدام السوق محلول وحنا مقصيين؟ عطيوناش حنا نخدموا، ما باغين حتى شي حاجه. هاد الناس راه كلشي دراوش، راه باغيين يخدموا مساكن، ما باغين حتى شي حاجه. وتنطالبوا من المسؤولين تكون فيهم عين الرحمه هي الاولى، شوفوا هاد الناس بعين الرحمه، لان هاد الناس راهم مضرورين، راه عندهم، راه شوف هاد الناس راه عندهم الالاف مؤلفه وراهم، راهم اللي تيجريو على العائلات ديالهم. راه انا عندي اربعه الناس مورايا، الا ما شتي القوت ما كاينش اللي غادي يجيبهم ليهم، وما عندي لا محل لا حتى شي حاجه. راه السوق هو المصدر العيش ديالي الوحيد، ما تنطالبوا حتى شي حاجه اللي صعيبه ولا شي حاجه. على السوق مره في الاسبوع نمشيو نفرشوا، انا شي حاجه غنجمعوا وغتبقى ديك الارض. ونهار يقول لنا ونهار يحيد السوق كله وقال لنا حيدوا، لعيب انا ما عندناش. الى حد الان نحن نطالب بفتح حوار، داكشي علاش جينا لمقر العماله ديال المحمديه اللي كيتراسها بطبيعه الحال عامل عماله المحمديه، باش يفتح معنا حوار مسؤول وجاد على قبل هؤلاء الناس اللي هما تهمشوا وتظلموا في حقهم مشروع انهم يبيعوا ويشريوا، والقائد كيحبسهم. حنا جينا عند سعادة العميل باش يدير لنا حل ويفتح معنا حوار.